اهلا بكم في راندومايزر، او في الحلقه الاخيره من راندومايزر. بعد الحلقه دي هي الحلقه 30 هنوقف البرنامج فتره، لكن بعدين هنرجع تاني. المهم احنا في الحلقه دي هنتكلم عن التصنيف العمري الجديد اللي اتطبق على الالعاب في السعوديه. التصنيفات العمريه للالعاب موجوده من زمان جدا، لكن هما في بس تصنيفين اساسيين، والتصنيفين تقريبا زي بعض والاختلاف بينهم قليل، وتقريبا بيصنفوا الالعاب عمريا زي بعض بالظبط. هما التصنيف الاوروبي بيجي والتصنيف الامريكي ESRB. التصنيفين دول هدفهم هو تحديد الفئه العمريه المناسبه لكل لعبه. اذا كانت مثلا لعبه فيها عنف او فيها دمويه او فيها الفاظ خارجه او فيها محتوى جنسي، على اساس الحاجات دي التقييمين دول بيحددوا العمر المناسب لكل لعبه بتنزل. لكن في الشرق الاوسط عادتنا مختلفه عن الغرب، ممكن حاجات في اللعب تكون مناسبه للغرب بالنسبه لنا كعرب في الشرق الاوسط مش مناسبه لينا. عشان كده في السعوديه شويه العاب اتمنعت زي GTA او ذا ويتشر 3 رغم ان نزل لها نسخه للشرق الاوسط، وجراند ثيف اوتو في والعاب تانية غيرهم. الالعاب دي بعضها اتمنع لاسباب منطقيه او اسباب مفهومه ممكن تكون صح ويكون عندهم حق في منعها، لكن معظم اللعبة اللي اتمنعت في السعودية كلها الأسباب غريبة غير مفهومة أو لمعتقدات خاطئة ومعلومات غلط عند الجهل منعت اللعب دي. أيا كان خلاص اتطبق في السعودية نظام جديد لتقييم الألعاب عمريا واسمه GCAM أو General Commission for Audiovisual Media، أو بالعربي هي الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهي جهة سعودية مسؤولة عن الرقابة على الحاجات الترفيهية زي الأفلام أو التلفزيون أو الحاجات المقروءة، ومسؤولة عن الرقابة عليها، وكمان حتى برضه مسؤول عن الالعاب. لان في الشرق الاوسط بشكل عام وفي السعوديه بشكل خاص شويه سوق الالعاب بيحقق ارباح كتير جدا، والالعاب انتشرت انتشار واسع وانتشار كبير، فده خلى شركات الالعاب تهتم بالشرق الاوسط وبالاخص السوق السعوديه، وبرضه خلى الحكومات او الحكومه السعوديه يعني انها تهتم بالالعاب برضه، فعملوا النظام بتاع تحديد الالعاب بالنسبه لسن او تحديد الالعاب عمريا عشان يحددوا اللعب المناسبه لكل سن معين. هدف النظام ده او هدف التصنيف ده ان هم يحموا الاطفال من المحتويات الغير لائقه اللي موجوده في الالعاب. لحد دلوقتي ده كده كله كلام جميل وزي الفل، في فعلا حاجات في الالعاب مش هتكون مناسبه للاطفال ولازم يمنعوها عنهم، لكن هو ده بالظبط اللي النظام الامريكي والنظام الاوروبي بيعمله، بيحدد السن المناسب لكل لعبه. لكن النظام السعودي مش ناوي يتبع النظامين دول خالص، ناوي يكون ليه معيار خاص بيه هو. لسه ما نعرفش هو هيقيم الالعاب عمريا على اساس ايه، لكن هو شكله ناوي يمنع العاب تاني. على موقع الجهه الرسمي حاطين قائمه فيها كل الالعاب اللي منعوها، وشكلهم اصلا مش ناويين يشيلوا حاجه من القائمه دي، وشكلهم كمان ناويين يكبروها. منع الالعاب عموما حاجه مش كويسه، حتى لو انت شايف انها بتحتوي على محتوى غير لائق للشرق الاوسط، مجرد اقول انها فيها محتوى غير لائق وكل واحد حر في اختياراته، اللي عايز يجيب اللعبه يجيبها واللي عايز ما يجيبهاش ما يجيبهاش. الجهه كانت بتقول انها محتاجه مساعده للاهالي في الرقابه على اولادهم واختيار اللعب المناسبه ليهم ولعمرهم. ده كده كلام جميل وزي الفل، لكن المفروض بقى ساعتها ما يمنعوش الالعاب. لكن فعليا الله اعلم هم هيمنعوا الالعاب تاني ولا لا، لكن هما ما طلعوش اي تصريح بيقولوا فيه اذا كان هيمنعوا العاب تاني ولا لا، لكن في الغالب هيمنعوا العاب تاني. بالنسبه للالعاب اللي فيها مشاهد خارجه او غير مناسبه لينا كعرب، الجهه هتطلب من الشركات انها تشيل المشاهد دي او تغيرها عشان تنزل في السعوديه، فالشركات هتبقى مجبره انها تعمل لألعابها نسخ للشرق الاوسط زي ما ويتشر 3 عملت على الرغم انها ممنوعه. وفي حاجه تانية ممكن تتعمل كانت معموله في كول اوف ديوتي بلاك اوبس 3، ان هو في اوبشن في الجرافيكس او اوبشن في الفيديو بتاع اللعبه ان هو يمنع مشاهد الدمويه اللي في اللعبه، لان اللعبه كان فيها مشاهد دمويه صعبه، فكان بيديك اختيار انك تشوفها او ما تشوفهاش. لما تقول للعبه انا مش عايز المشاهد الدمويه دي هيشيلها لك من اللعبه او هيخبيها لك. الكلام ده اكيد هنشوفه تاني في لعب في المستقبل، وكمان برضه هيكون في نسخ للشرق الاوسط كتير هنشوفها برضه للعب كتير هتنزل قدام، لان خلاص النظام ده اتطبق على لعبه دوم واتطبق على انشارتد 4 وهيتطبق كمان على باقي الالعاب الجديده، ونتمنى ان ما يتمش منع اي لعب خالص، لكن مفيش مانع ان يتم التعديل عليها بما يناسب عادات الشرق الاوسط او عاداتنا كعرب. تركونا بقى في التعليقات هل انتم مع ام ضد منع الالعاب، وهل انتم مؤيدين لنظام التصنيف العمري الجديد اللي اتطبق في السعوديه GCAM ولا لا؟ كده احنا وصلنا لنهايه الحلقه، او بمعنى صح نهايه السيزون. هنغيب فتره لكن هنرجع تاني. لو حد عنده افكار لبرامج تانيه ممكن نعملها، حاجات نحسن فيها برنامج راندومايزر للسيزون اللي جاي، قولوا لنا كل ده في التعليقات تحت، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتابعونا باستمرار. سلام. Yeah.